بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر وتحديات هنا على أرضية ميدان الشعب، ميدان اللبسة، لسباقاتنا العربية الأصيلة. أشواطنا متواصلة في هذا المساء الرياضي الذي يحمل انطلاقات هجن أصحاب السمو وهجن كذلك أبناء القبائل وأبناء الخليج. توافدوا على أرضية هذا الميدان، أهلا وسهلا بالجميع في ميدان الشعب. انطلاقات يوم اللقاية، يوم المفاجآت والتحديات. شوطنا الخامس عشر أعلنت انطلاقته في هذه اللحظة للإبكار اللقاية المهجنات الأصايل. أنطلق مباشرة مع هذه الشعارات والأسماء، مع هذه السلالات، 66 اسم المشارك على أرضية هذا الميدان وفي مسار هذا الشوط. أتقدم مباشرة وأطالع المقدمة والصدارة، مقدمة كل الشعارات والأسماء على المركز الأول. نتابع الصدارة الذيبة جابر بن سعيد بالخضارة المحرمية يتقدم على المركز الأول، يقدم الذيبة على المركز الأول. هجوم القادمة، هجوم هجوم هجوم. عبد الله بالمر بن سعيد بن حلوة الكتبي من يقدم هجوم على المركز الثاني. المركز الثالث، الثالث حفلة قادمة، محمد بن حمد بن كردوس العامري يتقدم في هذه اللحظات. محمد وشعار الحاضر هنا على أرضية هذا الميدان، حضر في يوم الحقائق وقدم في يوم اللقاية. المركز الرابع، الرابع سيوف، محمد بن غبشي بن سالم بن مخيت الكتبي قادم في هذه اللحظات، يقدم سيوف من الجانب الآخر. تابع الاسم القادم، هذه التماس، سالم بن رملي بن محمد العامري المصانع الجنوبية قادمة في هذه اللحظات والعبور. ذياب بن خالد بن محمد بن مترف والمركز السادس. وصلنا مع المركز السادس، وصلت الظبي، الظبي لوهيبي علي بن سليم بن حميد لوهيبي القادم مع الظبي على المركز السادس. هكذا هي النتيجة، النداء الأول إذاعتنا الأولى لهذه الأسماء المتقدمة والحاضرة على أرضية هذا الميدان. تابع الشعارات، تابع الأسماء القادمة على قنوات دبي ريسنج الحاضرة في هذا الميدان، في كل حنايا هذا الميدان. تنقل هذا البث المباشر وانطلاقة الأصايل على أرضية هذا الميدان. عودة إلى المقدمة، الصدارة، المركز الأول في هذه اللحظات عبرت بالصدارة والمركز الأول. العبور، العبور، ذياب بن خالد بن محمد بن مترف يتقدم مع العبور على المركز الأول. المركز الثاني قادمة، قادمة الذيبة، جابر بن سعيد بالخضارة المحرمي القادم على المركز الثاني. ما شاء الله، الشاعر، الشاعر ينطلق على المركز الأول بن مترف، يا سلام، قادم من سويحان في هذه اللحظات. شوف المركز الثالث، الثالث اللي واصله، شوف محمد بن غبشي بن سالم بن مخيت الكتبي وبن كردوش قادم في هذه اللحظات، يقدم انطلاقتي وتحديات حفلة محمد بن حمد بن كردوش العامري. يا سلام، يا مصال هذا الشعار بالبنادق، يا سلام يا سلام عليك يا ابو حمد، تشكر على هذا الحضور. المركز الخامس، الخامس، الخامس اللي واصل الظبي علي بن سليم لوهيبي القادمين من السلطنة، اهلا وسهلا بضيوفنا الكرام على ارضية ميدان الشعب. المركز السادس، الوصول من شعار بن رملي قادم مع التماس سالم بن رملي بن محمد العامري.
العمري. هكذا هي النتيجة. لكن أسماء قادمة، شعارات قادمة، الكل يطالب بناموسه. لما لا يطالبون؟ وهو شرف عظيم لمن يحظى ويحصل عليه. لما لا يطالبون وهم يروا هذا التشجيع وهذا النقل الحي والمباشر على أرضية هذا الميدان؟ عودة إلى الصدارة والمقدمة شعار، شعار أبو خالد على المركز الأول. قادم من وين؟ من العين، دار الزين يا راعي العبور. روح يا راعي العبور، روح. ذياب بن خالد بن محمد بن مترف يتقدم في هذه اللحظات، ينطلق في هذه اللحظات شعار اليابري، شعار اليابري ينطلق على المركز الأول. المركز الثاني القادمة الذيبة، الذيبة، الذيبة بالخضار المحرمي. يابر بن سعيد قادم، ولوهيبي، لوهيبي قادم في هذه اللحظات. آخر جسر عبور في هذه اللحظات تمر بهذه الأصايل. الألف والمئتين الضبع علي بن سليم، لوهيبي قادم. شوف الأسماء القادمة. أول 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 ندى لوبرة، علي بن راشد بن بخيت العميمي قادم مع وبرة. من الجانب الآخر سيوف محمد بن غبشي بن سالم. الكيل الأخير بن كردوش قواصل في هذه اللحظات. والقادمة العجرة مطر، عبد الله بن مطر بن حاذة. وصلوا الجماعة، وصلوا هالطلايب، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات. مزون مزون مزون، سيف بن جعفر بن سيل بن مرثان قادم مع مزون. ياهي من أسماء، بشاوي قادم، بشاوي قادم. عرقوب بن علوه، معلم بن معالم اللبسة، معلم ونجود بالرميل العامري قادم. يا سلام يا سلام على هذه الأسماء. روح يا اليابري، روح يا اليابري. أشوف شيء واصل، نوعية قادمة، نوعية في الأصايل قادمة في هذه اللحظات. من الجانب الآخر هنا قادم رعي الذيبة بالخضارة، بالخضارة. لكن بالشاوي، بالشاوي وصل في هذه اللحظات. يتقدم، يتقدم مع مرغم. هذه مرغم، مرغم القادمة، مرغم حران بن راشد بن سيب الشاوي. روح يا بالشاوي، جماهيرك تلعب بين أرضك وجمهورك يا بالشاوي. سلام بن راشد، سلام. تسلم يمينك يا بن راشد. شكرا علي بن راشد، حران بن راشد بن سيب الشاوي الغفلي. شعار غني عن التعريف. سلام يا فلي معلّى، سلام بهذا الانتصار. ما فيك حيلة يا بن راشد، وما لك طب يا بن راشد. المركز الثاني، المركز الثاني الذيبة ليابر بن سعيد بالخضارة المحرمي. المركز الثالث، المركز الثالث اللي وصلت على المركز الثالث هذه مزون لسيب بن جعفر بن سيل بن مرخان لكتبي. المركز الرابع، المركز الرابع شعار اليابري وصل مع انطلاقة العبور. يا بن خالد بن محمد بن مترف اليابري. والمركز الخامس، المركز الخامس العزرة لعبد الله بن مطر بن حاذة لكتبي. والمركز السادس، المركز السادس سيوف لمحمد بالغبشي بن سالم بن مخيت لكتبي. هكذا هي النتيجة. نعود ونغني مالك مرغم اللي وصلت السلامات إلى هالي فلي المعلى، وحدة السلام إلى هذا الشعار المتميز، شعار قدم العديد والعديد من الأسماء في عالم الأصايل. حران بن راشد بن سيف بالشاوي الغفلي. شكرا يا بن راشد. 7:41.63 جزء من الثانية. شكرا كذلك علي بن راشد، نهنيك على هذا الفوز والانتصار. مرغم ما شاء الله تتوج في شوطنا الخامس عشر. المركز الثاني اللي وصلت 7:42.71 جزء من الثانية. هذه الذيبة ما قصرت، قدمت عرض تشكر عليه ليابر بن سعيد بالخضارة المحرمي. المركز الثالث عندك يا بن جعفر يا بن برخان. 7:42.95 جزء من الثانية. هذه مزون لسيف بن جعفر بن سيد بن مرخان الكتبي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا، متابعينا الكرام، حضورنا الكريم، متابعينا أمام الشاشات. تهانينا والناموس للجميع.